كولومبيا فضلوا يلعبوا بمنتهى الهدوء على اعتبار ان دي جاي تصعدهم لغايه ما دخل فيهم جون وما قدروش يرجعوا. احنا عايزين تغيير جذري في العقليه سواء عربيا او افريقيا. طيب احنا بما ان احنا بنتكلم على المنتخبات العربيه معانا نجم الكره التونسيه واحد من النجوم اللي متعونا في عالم كره القدم الكابتن مراد الملكي لاعب المنتخب التونسي. كابتن مراد برحب بحضرتك. شكرا لك، شكرا للاستضافه وبرحب بالضيوف الكرام. طبعا تحياتي لحضرتك. هذا شرف لينا نكون موجودين معك. الشرف لينا طبعا يا كابتن مراد وتحياتنا لاشقائنا التوانسه. طبعا راي حضرتك في مونديال كاس العالم روسيا 2018 مهم جدا بالنسبه لي، وراي حضرتك في المنتخبات العربيه والتجربه الخاصه بالمنتخب التونسي والمنتخب المصري في روسيا 2018. والله بالنسبه للمنتخبات العربيه كان مستويات ضعيف شويه، كان خاصه بالنسبه للمنتخب التونسي والمنتخب المصري، عكس المنتخب المغربي اللي قام بكأس عالم رغم الانسحاب فيها وقام بكأس عالم فراس. شفنا فريق كبير، فريق مغربي كبير عنده مستقبل ممتاز. بالنسبه للمنتخب مصر، هل حضرتك تابعت المنتخب المصري ولا ما تابعتوش؟ وممكن تكون كده عليك يعني عرفت بعض النتائج اللي كانت موجوده. والله تابعت المنتخب المصري، ريت تغلب في النتائج خاصة الاختيارات بتاع المدرب يتصور ما كانتش صعبة. اختيارات بتاعه. طبعا حضرتك في لعيبة كبار، في لعيبة ممتازة مع مصر ما راحتش كأس العالم. هل عدم وجود محمد صلاح في بداية مشوار مصر في كأس العالم أثر بالسلب على مشوار المنتخب في الأداء؟ ولا حضرتك شايف إن لعيبة منتخب مصر كانوا قادرين في مباراة أورجواي على الخروج بنتيجة يعني بنقطة؟ لكن الحظ هو السبب في ضياع كل المنتخبات العربية في آخر وقت الهدف بيخش، فبالتالي عدم تركيز واضح كان على المنتخبات العربية. والله التركيز على صلاح معناتها كان تركيز كبير، خاصة معناتها نتصور انه زاد حتى تركيز اللعيبة والناس كلها تحكي صلاح، حتى اللعيب معناتها يبدا ماهوش معناتها هو فريق مش لاعب، لازم المنتخب المصري يركز على فريق كامل بالإطار الفني باللاعبين بالمسؤولين كل الناس، معناتها عشان يكون هو فريق قومي، هو يمثل مصر مش صلاح بس هو اللي يمثل مصر. طيب عايز اعرف راي حضرتك في تصريحين على لسان الكابتن نبيل معلول كان اتكلم بعد انتهاء بطولة كأس العالم خاصة طبعا بالمنتخب التونسي. قال بعد مباراة بلجيكا ان منتخب تونس محتاج ثلاث أجيال على أو علشان يحصل الكرة الحالية في الكرة الأوروبية والكرة البلجيكية. تعليق حضرتك على مقولة الكابتن نبيل معلول. والله الكابتن نبيل معلول هو مدرب كبير ومن أحسن المدربين الموجودين عندنا في تونس، بس ما خدش حظه كما ينبغي، معناتها خدا شكل الفريق في وقت صعيب شويه، في ستة شهور معناتها كون فريق، وفريق ممتاز اللي كون المدرب، بس ما لقاش الاداء ما لقاش في كاس العالم، خاصه في تذبذب التحضيرات، خاصه زاد في اللاعبين ما كانوش موجودين، ما كانوش حاضرين، اللياقه البدنيه ما كانتش توب، زاد المباريات الودية اللي قام بها المدرب ما كانتش مباريات كبيرة، ما عادش تحكم على الفريق التونسي. في نقاش المنتخب خاصة في الناحية الهجومية، وذاك الأثر سلبا على الدفاع، وخلى إذا كان ما تسجلش لازم تقبل أهداف، وذاك اللي صار خاصة في مباراة بلجيكا ومباراة المنتخب الإنجليزي. التصريح الثاني كان اتكلم وقال على ان المنتخب المصري يمتلك عناصر افضل او يمتلك لعيبه بتلعب في بعض الانديه الاوروبيه هم بالتالي افضل من لاعبي منتخب تونس، وقال ان احسن لاعب في منتخب تونس بيلعب في نادي رن الفرنسي. هل حضرتك شايف ان المنتخبات بقوه لاعبيها مع الانديه، ولا ممكن يكون عندك لعيبه تختارها من دوري محلي ويشاركوا ويؤدوا مع المنتخب بشكل رائع جدا، وده اللي احنا دايما بنشوفه مع منتخبات مصر وتونس والمغرب؟ هي مصر ام الدنيا، وكمان مصر معناتها من الفرق الكبيره، معناتها مصر هي رقم واحد في افريقيا. مصر هو فريق كبير معناتها برعايته بتاعه بالنتائج اللي قدمها في السنين اللي فاتت، معناتها ما نجموش نقارنه، معناتها الدنيا يقع بالهرم والفريق المصري رغم النتائج السلبيه، معناتها هذا نفس من قيمه اللاعبين الموجودين في مصر، لاعبين كبار ولاعبين في مستوى عالي. والمنتخب التونسي والمنتخب المغربي، المنتخب المغربي يكون بعد
النتائج اللي قدمها ينجم يكون هو حاليا معناتها في معناتها يكون معناتها مع المنتخب المصري. المنتخب التونسي لازم اكثر عمل كما المنتخبات الافريقيه كلها، خاصه من ناحية الناحيه التكتيكيه من ناحيه اللياقه البدنيه. شفت ازاي مباراة فرنسا وكرواتيا النهارده حضرتك بعد فوز منتخب فرنسا باربع اهداف مقابل هدفين، وهل الاجهاد البدني كان هو سبب رئيسي في خسارة المنتخب الكرواتي ولا قوة المنتخب الفرنسي الدفاعية والسرعة الهجومية اللي موجودة واستغلال الاخطاء الموجودة في دفاعات منتخب كرواتيا كانوا سبب في فوز المنتخب الفرنسي؟ هو المنتخب الفرنسي من الفرق الممتازة في كأس العالم، هذا كان جاهز على جميع المستويات. اولا على الجانب البدني مع ترينا منتخب فرنسي كان ينجم يلعب حتى 120 دقيقه معناتها من غير تعب. ثانيا معناتها الجانب الذهني والجانب التكتيكي خاصه تقارب الخطوط الدفاع ووسط الميدان والهجوم، رينا معناتها ثلاث خطوط دائما اقرب لبعضهم، هذا اهم شيء. هو ان الفريق الفرنسي تمتع ب 24 ساعه ريكوبيراسيون، معناتها كان عنده وقت جيد في تحضير المباريات نتاعو، هذا اثر سلبا على مردود المنتخب الكرواتي، وهذا الشيء هذا كله ظهر في الشوط الثاني. رينا المنتخب الكرواتي اللي هو ما عادش نجم حتى يتعدى وسط الميدان. هل اختي منتخب فرنسي كم حضرتك؟ تفضل يا كابتن. رينا منتخب فرنسي خاصه في وسط الميدان حاضر وجميع الكرات الثانيه معناتها الوسط الميدان خذاها، وذلك عليه معناتها بدا هجمات معاكسه، وكان الهدف الثالث والهدف الرابع اللي على حدود المنتخب الكرواتي، وهذا ما يمشيش معناتها المنتخب الكرواتي اللي قدم كاس عالم ممتازه، لاعبين من طراز عالمي، برافو معناتها وصولهم للدور النهائي، مبروك للمنتخب الوطني. ان شاء الله. هل حضرتك شايف ان اختيار لوكا مودريتش كافضل لاعب في البطوله هو فعلا اختيار يستحق عليه الجائزه، ولا حضرتك شايف ان في لاعب تاني كان مؤثر مع منتخبه اكثر وبالتالي كان يستحق اللقب؟ والله في كان لاعب ظاهر لاعب المنتخب الامريكي من احسن اللاعبين اللي في كاس العالم هذا، وزاد مدريد زاد يتحقق احسن لاعب في كاس العالم. اخيرا طبعا كابتن مراد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي نجم الكره التونسيه، طبعا واكيد بيشرفنا وبينورنا، وتحياتنا مره ثانيه لاشقائنا التوانسه. طبعا نجم الكره التونسيه واحد من النجوم اللي اكيد استمتعنا بيها في كره القدم، لكن تتفق معايا في هازارد؟ لان شفتك بتضحك.